تاريخ الغرب سي وقت جي وايو هو تان اي مالين با وجه اينو كلا كل ما اينا ما انتنا وحا اينا تستي مدح وينا كوحيين جي غرق جمهورية سومالي لان وسيدعي اي وينا كوحيين كجمهورية سومالي لان مضانا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيدعي يا مركي وقوري سيلا قد حاركي شراء الى هايان قد دا كان بينك اي قوبل كجيبلي اسلامر كاسينا كدعا اي قدها هوتيل بوخ اي مقالة جيبلي واتاي نيكي سيليعي اها وانيكا ذلك اوغا تشيدان وحوكا صور لحم وغضي شركي اي حسبيقا وداني كلها يين قبل كقبيلي محاكيني وقت حادر كان ان او كل ميكا تاقو او او كبي رسدين ودا اركي نبي لوا مدسكا عادي حسبيقا وداني اها ارنتا حسي اي المانتكو ايق دونا بوقال كينان الحلكي سجود الكرة دانت جود حفيدي كرة او بشدنا حمي كرة نكا علامها قوين يقع مها فرون يقع البيض فرون لغو سو دوي وان مدح وين اكو حيقي غرقة مورد سومال لانا سيليعي او ستو او ساها وغدقي حسبقي وداني اها وقضب كا كوبال انكو يقدو نمو قال كينن قضب كلا وادوح انو قدونا نكي يا سبحانك يا عليم إنه قوض أها أو إسرافك فرتم مدح وإنه غرق جمهوريد السومالي لان طول بري حاجات جيس مين قعمتك هاي نصول بري مانت مياني إسي سي لما لبحين مياني غير كي لها حكومة ينين تحدقوا ما بين بي شاقين مدح وإنها سؤال بي ويديني بيوغا جوابهون هاي ياي أتكاتي ولما راح هذا انتهى كمان دما كمان ايه كا ايه ده وح ويان اضيق وفته اضيق مسبيح عبدها مدح وين يقرك وح بدن بو مجران اسا كتفاية فالخطب كاسنا استنوان ادوغو هيا وموقال كانان ايه كودا واندون تان ايه قدبو كالوب بدن فالسامر كواد كسولو واد موقال رسوبة دي تاي مركو باد كانان كانان صوب وقتا من فلدكم سبسكراب تدعاكو سي سودو غلس داد موقال كانان كوسو كارا شار تيلاك تواهي القرانة كي قرير ايا ايد الله يغم الفو قارسية موقال كانان قم قبر دشا انتا ايدك مويان عيد كلاوا لقا مهلا هدان تاغا كيغي ماد او ستو سا وغو دو غلب القضو بضا ايه هاي بالقضو كوكو باد ايه مدح وينه هيني كوكيغان كيني غلقة جمهوريد سومال لان ايه سيلي عيا وركيسا انا ايدي وغو بلا بدا وشو ناكسن وينا كوكيغان كجمهوريد سومال لان مضانا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلي عيا مركي وغو ريسي لغو دحاركي شراء الى هايان قد دا كان بينك ايه قوبل كجيبل اسلامر كاسينا كدعا ايه قدها هوتيل بوخ ايه مقالة جيبلي مدحوين كوحيجين كجمهورية دا سيومال لان ايه مركو اصوق لاي قدها هوتيل كا waxa isqabsaday saacabka iyo sawaxanka ay ku soo dhaweeyeen masuuliyiinta xisbiga wadani madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland madana Cabdiraxmaan hadaba madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa uu ka soo laabtay safar uu ku joogay dhawaanahan ugu dambeeyay gobolka Awdal caasimadiisa Boorama madaxweyne ku xigeenka ayaa safarkaasi kaga soo laabtay gobolka Awdal isla markaasina ku socday caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland waa tahay arintaasi wanaagsan ayad wada maqlaysan dhagihiinana ay u soo gaadhay bal waxa yar dabana arintaasi aynu isla eegno aynu qodobayno maxay tahay sababta wax khaler kan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha ku xigeenka nidaamka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee Seylici uu uga tagay xisbigiisa kulmiye aha uguna biiray amba halkaas dad uga jeedaan bade uga mid noqday xisbiga wadani aha waxoogaa taariikhda sabalindu ugu yar noqon madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha ku xigeenku waxa weeyaa shakhsiga maanta marka la eego xil xukuumadeed amba talo qaran ninka ugu xilka dheer leh muddo 22 sano ah amba ka badan ayuu xil hayuu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xilka hayaa waliba laba xil oo kala duwan ayuu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hayaa 22 sano mise 14 sano aan iraada wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inta kale wuxuu ahaa golo deegaan oo ku matala xisbiga wadani gobolka Awdal gaar ahaan caasimadda Boorama waa tahay hadaba isoo taariikhda inta leeg kula qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo siiba xisbiga kulmiye maxaa maanta kalifay in uu xisbiga ka tago oo uu xisbi kale uu digarugto bal intaan arrinta idin faahfaahin soo dhaweyntiisa iyo sida bal xisbiga wadani uu soo dhaweeyey aanu mar labaad dib u yar jaleeno الحلكي سجود الكرة دانت جود حفيدي كرة او بشدنا حمي كرة مية يا هاي نينك التاريخ ده انت هلا كل حسبي وكل مية يولي من غرق جمهوريد السومال لان انو حادر كان
انتو حسبيجيسي كتاغو وحسبي كلاك وكبيرو ما يهين شرفتنا ما يهين كرامتنا ما يهين هذا بطا امد بضينا يسلنا حمار سامبي سويدين سامبي عمي سنتا واحد تهي إلا اللي هي ما تحسبك ووتك وحسبك هكذا ووتكي إن أي قبصدين مدح ولا غرق جمهوريد السومال لان أم بحسبك وكل ميبا أنا سوق قبصدين إن لو مقعابي حلكي مدح ولي كحيقين أها نيكا لغو مقعابي أحمد ساتشن أو يسكو قبل أم يسكو ديغان أي كسو تشيدان أريتو هدو سياد مودي سان ماها عين كان ماها سان وحو أميالان سببتو أح يعني دقو سببين يا واحد تهي شخصي نا تستور كغرق جمهوريد السومالي لان وما أقوله أما مدح ولا أسكوسا شرحه أما مدح ولا كحية أسكوسا شرحه لا بشر وحي كفلا ونقصون نهي تاس وما أقوله تاس أنا إستجا ما تكسر حدا إن أنا مرضا به هل كم مدح ولا كحية نمو أنا أسكوسا شرحه ولا بدي شر وحق أقول هاي تستور كسي already وا لين في أو ولا عي لا بد أسمون هراء أيو كتير بس أريتو عينك ويكد وانتهي انت هنا هذا وانا صرت هاي انا اذا لو داقين بالوداني ما انت وحا او كدوله او بيري بالما هاي تاي هذا مدحوينه كو خيغينكا يا مالمي او دنبيي ميلا فغاره كا شيغي ان اي بولشدو دورتان قوفكا ايغو ربان اسلا ماركاسينه او اركان انو انفعايو بولشدا ري سومالي لان وات مالمي او دنبيسي معارض نمدي سؤال اي موقتي in badan xisbiga wadani uu ku dul wareegay laakiin si toos ah ayuu iska gadiibay hadaba arinta keentay markaas iska dhiibay waxa weeyaan in waqtigiisa markii uu dhamaaday ay isku soo gabagabobay uu idi warniyo halay walaajiyo oo halay amba bixiyo calaay kul halween ayaana hayeen oo wixii magaraasan de adigu utmeys baa xaq iyo xuquuq aan helo laysiyo kaasi oo aanu garmaayo xaq iyo xuquuqaasi meeshu ka imidee ma mid magaraasan xal حال كان يرى حسين مسلم غانبا مسوى من شرعه قول لي يا اب وفرت اوتاغي بس عن توجد فيلي يا افكي سين ديك دونتا ام باي كفيل دونتا انو الا لما دحونا غير جمهوريه السومال انا كنت قالان كان اديب ويري مايا وارتاس ايو انت مويدي ارنت اوغوي اي مانتا مدحوينه كيانكي وحسبي كل بي اهاي تاريخ كلها اوغو اورتي وهلكا سو تغي هرتو واتا مرك حقيقه لا اسكو شيغو هدبا او حيا ديبو تشلاعنو aan ku soo noqono bal xisbiga wadani wuxuu faa'iido u leeyahay maanta madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane sayid gudardi gudardi saabta gudardi geedo kala yusan tahay gaygo dan gudardi gudardi may hay maanta nin heesaasi loo saaro oo gudardi gudardi yahay hawlahaasi waxa loo saaro waxa ay nin taariikhdiisa sharafeed karaamad انت وغرك حلك سو هي انت وكتر سنه حسبيسا لوغو ماموس ايوها هدابا نوقد حسبي وداني وداني ما تبخ الله لي فايده اوو فديا ما جرتو حقيقه مره لا يخلو سببتو اه شعب يقعد طول ما وما ولو وخن اوغسونه مددي اوو بدنيد او هي حلك مدحوني كخيرنمو ان اي سكن عين ددك ديغان كيس او ان بدن او ددك ديغان كيس كميدا بقول كيلو ستيت باي نورن اي كو دليل جيره ان انا وخبا يرا تي فايده موقدا اما وخي كمودنا ديغان كيس اي وخ وين ددكيسو انا او قبلو قباي oo intaas ku mucaaradeen oo mar walba lahaayeen waa nin jilicsan nin deegaankiis wax u taray maaha nin Soomaaliland wax u taray maaha nin meel ka soo baxay maaha nin meel lagu banaan maalinna naga awdin maaha halkaas waxaanu ka arki karnaa maadaama dadkii deegaankiisu ay mucaarad ku yihiin in aanu haba yaraatay wax cod ah ama shacbi ah aanu xisbiga wadani u wadin xisbiga wadani maanta taa u danta ah waa taani shacabiyad wata oo cod wata inuu ku soo biiro si ay doorashada ugu xisaabtamaan codkaasi in ay guulku gaaraan atugu waa badu ka weyn ay aan meel roo dhaafalahay isaga wadani ma in ay isaga quudiyaan maanta oo markay haduu ilaahay ka yeelay ay ku guuleystaan waxa weeyaan xilka madaxtinimo ay wasiir iyo meel ay u magacaabaan oo isagu faa'iido ku qabo mooyaan xisbiga maanta waxa laalay wax faa'iido ku qabo ma jiraa xisbiga wadani waxaan lahay arinka ka fiirsada isna maanta waxa sharaftiisu ahayd karaamadiisu ku jirtay inuu ninka xisbiga u doortay inuu madaxweyne ku xigeenimada uu tartamo haddii ay ku guuleystaan uu noqdo inaadeerkii ah ay isku deegaanka yihiin uu dhiso taasi sharafta iyo karaamadu ay ugu jirtay odayga laakiin waa garan waayay okay qodobkaas qodob iga dhex halka iga tiri wixii idin kala fikirkiina ah ambuu aad ka bisatiina ku bintiga ayaad nagula wadaagi doontaan oo waxa weeyaan aad kaga doodi doontaan aanu soo noqdo qodobka labaad iyo ninkii ina good ahaa oo isla afka furtay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ah waxa uu reebanayay soo barimeeday
تولبري حاجات جيس مين وقعدتوا كهينا سولبري مانت يعني إيش السي لما لبحين يعني غير كلها حكومة ينن تهدقو ما بين بيشجن ملحوينها سؤال بي ويديني بوجا جوابهون سبحانك يا عديم دوا مين وهو بارو دمين كجوابي كناتا ما مادام أن تضبطي سنودي موسى أنا قلنا له شيء قوي تقول إني ما ضاينو شجن إنه وينك خدش شابرك قارك دولا يا تضبطي سنة موسى بيه عبد يوحيل كهيه مر هدان يا وينك كقود خلك هسه حال مرة يسامير أرك بومريجي مدحويني وحو أمور ريبان تيسانو حضلي فكر كيسانو حضلي مدحويني غارك جمهوري دو سومال لان ما تم معارض فربضان بحرية راحكا سعوة تمركا روتكا حضلو تدواوين او غارك جمهوري دو سومال لان مقعي ماموس كله إن بضان او كميدنا وي معارضة سا إن بضان او كميدنا وي راعصد وي تاوعصد تاي إن إغير رالي نقو غفار فلو دوفارة دلفوه وقعنا ومانت بلاي قراعي ونكاركو دعلي قو قودي سادة المغلسان إن واتهي نكي هاد وانا عبد قوضها إنا قوض هدو سلا وحضي إن ويسيقي قرشدي يسيقي أغلقي إن ملحوين هان عيدي كمي حكتوم إن لك واحكوها بوتها باشو إن لسكو دليلو وحتوغن أو توسن سول باري سول باري سول باري ويددكي مالي مهل قوتي بيسيقي قسو عدين هس دي ريدي حدقا هجيسكا أيا واحد نقطي هس نمان بدن أي سوق عطان وي مدحوينها كل دليلان أي دبضا سيقى بصدا وحاسو كلا لمركا دموينو كرامة لو شرف لطهي وغريك تبوريد السومالي لا وحوية سعادي يو شعب كيس كرامة كل أحلي إن وحاس كاسو يليران وليك قروف بدي عبد قوض باشو ميل بي لمرتي قلدر أيان ليها إنو خلقاسي وكفير صدايا حيدا halka inuu ka fiirsado sabab baan hadalka si wato aan hadalka xarin rag qaar baan hadalka hadii aqoonna abdi god weyn noqana baa ka baxay subhanaka ya aliinta u badanay muxuu raaciyay muuse wuxuu ahaa nin ciidanka ku takhasusay ciidan buu ku takhasusay waa nin dagaalihana laakiin dagaalkiisu halku ahaa samadu bam ka soo tuuri jiray de muuse diyaaradu la socday de bam birti weynada saddexda kaliya inoo yaalay ba afrika mid ka yaalay mid kamid buu waday adigu ku naafaynaaya bam dimanta bam samada laga soo tuuro dooni mayna Soomaaliba samadii ka soo codo dhulka ku dhacday maanta bam samada laga soo duuro dooni mayna Soomaaliba samadii ka soo tuuro dhulka ku dhacday uu taagan yahay taasi maanta horta waxa weeyaan shakhsiga bini'aadamka ee Ilaahay abuurtay ee karaameeyay ee shafa wixii uu waxa weeyaan xaq u leeyahay inaad u qirta wax raganimo wixii laakiin se u dhalin iyo waxa weeyaan leeyahay ee togan inaad farta taabsiiso oo tusto oo dub dhaamisa iyaduna waa mid laga maarmaan oo meesha ku jirta sida uu dhaliilihiisa u taataabanayo wuxuu dhaliil leeyahay uu tusayo ayaa ahayd wixii uu libin leeyahayna in uu wax weeyaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu sheego muuse maanta wax lagu qabtay wax lama qaban adduu kale taasi waa ka dhacday madaxweyne walba imaato la doortaa wuxuu xilka ka degaa ama uu ku soo laba noqdaa isaga oo waxna qabtay waxna aan qaban dhaliilna leh ammaanna leh xaqiiqda marka laga hadlo cabdiraxmaan ciidan aanu gacanta u taaganaya insha allah ilaahay kii ka guuleeya kii ku guuleeya ee kursigaas waxa weeyaan saaraha ka yeelay baritoole waxaanu arki doonaa hadduu ilaahay ku guuleeyo isaga oo dhaliilna leh wax lagu ammaano oo lagu magaraasaa oo tusoo taabsiyaana leh waan arki doonaa hadii Allah uu dalinno sawta dukaan dhameystirmay qofka shakhsigiina mar dhameystirna wax kasta saana qof bilaa aadani aanu dhameystirin karin mar walba waxba ka qabya ah oo waxba ka laalaada hadaba aanu soo noqdo dhaliisha marka laga yimaado bal wuxuu qabtay maanta qaramadii midoobay iyo meel kasta oo isugu yimaadaan madaxda adduunka wax laga hadalaya Soomaaliland Soomaaliland Soomaaliya Lord Somalia is in great disarray by contrast Somaliland The former British protectorate is stable and a model in that part of Africa. What are the prospects of the Africa Union accepting independence, just as they did accept independence for Eritrea from Ethiopia? Hey, good luck, son. Somaliland name is every day on the news. Maluwal Boba News ki soo baxaya. Jara iddadi soo baxaya. Her link ugu horeeyay Somaliland ba ku qoray. qodaya xaradeen hadda ka waran waxa haray hadda waran qofku waa independent sarsiya waxa uu libin leeyahay sida dhaliishiisa loo arkay loo dhaliili karo waa independent sana loo arkay loo siin kara ayay mudnaantu tahay maanta haddeen ka jooga waxba u garan weyno anu libintisa si weyno dhaliishiisa aynu ku noqonno inu ku taagtaagsano kabritoola imanayana dabxaadu filaysaa isna waxaynu ku samayn taasina ma inta mooyaanu wax kale inu ku samayno ayadu filanaysa waa may waa habeenkii xalay tagay marka xaqiiqada laga hadlo marka baasha waxa ku qorax badan tahay
in mar walba sida wax loo dhaleynayo yaqaano waxna loo ammaano yaqaano qofka libintiisa waxa weeyaan iyadoo cumaamada madax looga saaray adaan hawshu way adag tahay maasha siyaasadda hadduu si dhan rogaysaa maalinba ninba meel ka roganaya mayna filan cabdiraxmaan ninkii odayga ahaa ee sayde oo meel kale uu tuka rugta inagoo intaasoo dhan xisbiga kulmiyo kooga isagoo kula deegaanka soo bilaabay oo xisbiga kulmiya wasiir iyo waxaa kale intuu ka wada boodo halkaa iska dhigay heer madaxweyne ku-xigeennimo u booday 22 sano aan xil marnaba waayin shaqa u qaranka ka hayana marnaba aan waayin noqday ninka ugu muddada dheer leh ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland xilka haya madaxweynihii labaad madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ninkii muddada ugu dheer hayay taana ku darsan calaa kulli xaal warboqolka sheer gareeya lay gareeya milfu garsiya si kastaa hadaba intaa waxaa lagu soo gabagabooyay muuqaalkani waxaan aad aad iga hadlaya doorashada boqolkan daawateen intay ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xigaa daalaha u daleydma waxaa diga tegay sidaasiyo nabaadiin.